نعم. السلام عليكم. حياك الله. عندي سؤال لو سمحت، خصوصا مثلا تنتقل الى عمل ثاني او الى شيء، وهناك بعض عوائق خفيفه، فالانسان ينظر هذه يعني كانها اشاره من عند الله سبحانه وتعالى او ان هذا تطير يعني. ايه، يقول الانسان اذا اراد ان يعمل شيئا ثم بعد ذلك ظهرت بعض العوائق، هل هذا يعني يمتنع أو أنه هذا يعتبر من التطير هكذا؟ لا أبدا، الإنسان أول شيء أي شيء تريد أن تعمله، خاصة خلنا نقول شيء له قيمته وكذا، تستخير الله سبحانه، أن تسافر، أن تعمل، أن تتزوج، أن تتاجر، استخر. كان يعلمنا الاستخارة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فإنسان يستخير الله، يصلي ركعتين لله ويدعو دعاءه الاستخارة، ثم يدرس أول شيء، يدرس المشروع أول شيء، يدرس المشروع، العمل، الزواج، السفر، التجارة، أي شيء يدرسه، ويستشير الذين يثق بهم سواء في علمهم أو في نصحهم، يستشير ويدرس الموضوع. فإذا اقتنع أن الموضوع جيد وكذا ويريد أن يقدم عليه، يصلي ركعتين، يسأل الله تبارك وتعالى فيها أن ييسر أمره، ثم بعد ذلك يقدم، أبدا ولا شيء عليه. أما مرة واحدة أو أكثر، هو الأصل أنها مرة واحدة، لكن جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه لما يعني الكعبة يعني أصابها ما أصابها، وكادت يعني أن يعني هدم جزء منها، فاستشار أصحابه هل نهدم الكعبة ونبنيها من جديد أو نرممها. ثم هناك من أشار بهدمها، وهناك من أشار بترميمها، وممن أشار بعدم هدمها وترميمها فقط ابن عباس، قال بيت آمن عليه الناس دعهم وما كان عليه. وعبد الله بن الزبير كان يميل إلى الهدم وبناءها من جديد. ثم قال إني مستخير الله 3 أيام ثم ماض إلى أمري. فهل قصد 3 أيام يعني يستخير وينتظر 3 أيام، أو يستخير 3 أيام كل يوم يستخير؟ الله أعلم. فإذا الإنسان لو كرر الاستخارة أكثر من مرة لا بأس إن شاء الله تعالى، ولو اكتفى بواحدة أيضا لا بأس.